30% منهم اللي بيتحقق مثلا 5% بس، يعني مستمره ما بيأسش، فاهمه؟ ما بيأسش. فانا دايما اقول انت طالما حلمت بحاجه وطالما فكرت بحاجه، يعني ثق تماما ان ربنا مش هيخليك تفكر الفكره دي الا عشان هو هيديها لك او هيحققها لك او شايف ان هو هيديك حاجه شبهها او قدها على قد حلمك. ليه؟ لانك مش واقف مكانك. ما هو ممكن اقول انا عطشانه والميه اهي، ما بقومش اجيبها، فاهمة؟ انما لو انت بتاخدي خطوة وبتشتغلي على نفسك وبتسعي وبتجتهدي، ربنا موجود. بس يا نهاري يا دي فضيحة، يعني هي بتجي بالصدفة، هي صدفة يعني. والله يا جماعة منتشر، حدش يروح. لا والله يا جماعه انا عندي مشكله نفسيه عايز تعالج والله. انا حاسه انه يعني انا كنت الاول شايفه نفسي بني ادمه طبيعيه وعاديه، لحد ما اصحابي تقريبا حاسين ان انا عندي مشكله. انا 24 ساعه كده بتابع سناب شات، بتابع انستجرام، بتابع البيج بتاعتي، بتابع الاكونت على الفيسبوك، فيعني والواتساب، فاهمه؟ فيعني ما عنديش وقت، بخرج مع الناس، بقيت شطرك يعني، بيزعلوا، فبقيت فاهمه في فواصل البرنامج لايف، طالعه لايف مع الناس على طول. فانا مرتبطه بموبايلي بشكل غير طبيعي، بحب السوشيال ميديا، بحب اتواصل مع الناس، بحب اشوف صحابي عملوا ايه، الدنيا ايه، افهم الدنيا من حولي ماشيه ازاي. فانا السوشيال ميديا الصراحه في حياتي شيء مهم، ومحدش يقول لي سيبي موبايلك، ومحدش يقول لي قللي السوشيال ميديا، ومحدش يقول لي عندك مشكله. انا راضيه بمشكلتي فده نداء يا جماعه، ده نداء لكل اصحابي. ماشي، حد يقول لي سيبي موبايلك، ما حدش يقول لي اخرجي معانا وموبايلك، لا انا وموبايلي باكج. اه والله يعني لطيفه البنات، بس الصوت ان احنا عشان موجودين فبتفيدوا. لا بصي، هم اسئلتهم كتيره بشكل غير طبيعي يعني، ماما، وفي ادق التفاصيل، وانا قاعده لهم بقى دي روح انا والله لما بلاقي انه يعني في حاجه هعرف ادي رايي فيها من وجهه نظري فبكتب، واكتب في الاخر دي وجهه نظري عشان ما حدش برده يزعل. بس انا شايفه انه الفكره عبقريه. انا شخصيا بقيت بدخل والاقي الناس تقعد انت معانا، انت عادي بتردي على الناس يا جماعه، عادي يعني، مفيش اي مشكله يعني. بس انا بدخل واقعد اقول لهم ايه رايكم في شكلي النهارده، ايه رايكم في الميك اب، مش عارفه، ما تروحوش، روحوا زي ما انت تقولي تعالي. فحلو قوي انك تلاقي 6000 راي بيرد عليكي، بيساعدك، بيفكر معاكي. وانا كمان احب الونس، احب الزحمه، واحب اللمه، فتلاقيني زيطه ومحشوره في وسطيهم كده 24 ساعه يعني.